دكتور محمود، حتى أختم معك الآن دكتور محمود الأفندي، بالنسبة لمفاوضات إسطنبول، هل هذه الجولة اليوم تشكل بداية إنهاء الحرب، أم أن موسكو لا تريد إنهاء الحرب إلا وفق أهداف معينة تخفيها؟ شوف صديقي، بالنسبة أحافظ على كلمات المسبات تطلع على التلفزيون رجاء قاس، يعني هذا شيء غير مقبول حتى يعني يعني قال على رئيس دولة. طيب ما باقي معنا وقت، ما باقي معنا وقت يا دكتور. يعني أنا أتحفظ عن كلمة، أنا بعرف الأستاذ أحمد أنا وياك كنا في موسكو واحد، يعني شو نصلوا من حلب وجنب الملعب البلدي بتعرف بعضنا، يعني ليش الكلام على التلفزيون ما في داعي له، واتهامي كعصر مخابرات. طيب وصلت دكتور بالنسبة لجولة إسطنبول، نجحت أم فشلت؟ شوف الرئيس أردوغان، قدر أخذ البساطة الوسطية من كل دول العالم، كل دول العالم حاولت أن تعمل دعاية سياسية مساعة الحرب، قدر رئيس أردوغان أن يجعل تركيا قيم، يسمع علاقاته تغير مع البلد. هلا يمكن أن يحصل حل وسط بين الروس والأوكرانيين عن طريق المفاوضات، عن حياد أوكرانيا، مدة الحياد، عدد أفراد الجيش، التسلح، كل هذا سيكون باقيات، فيحصل نوع من الحلول الوسط بين الطرفين، هذا مطلوب. يعني أن يكون في حلول وسط بين طرفين لإيقاف الحرب وإيقاف الدمار، هذا شيء طبيعي. فقدر رئيس أردوغان عن طريق فقط سيادة تركيا، لأنه أثبت للعالم كله أن دولة تركيا لها سيادة، عن طريق شراء 400 غصب عن الأمريكان يلي بحبهم السيد أحمد كان. كان في خطة لتوريد تركيا بهذه الحرب يا أستاذ الدكتور محمود؟ كان في خطة لتوريد تركيا بهذه الحرب؟